إذن بالنسبه للقضيه يعني الهجره والعلوم الاجتماعيه، اولا كما كتعرفوا على انه كل الجغرافيا هي ضمن العلوم الاجتماعيه اولا كشق من العلوم. إذن العلوم بالنسبه للجغرافيا كذلك بالقسم البشري، وانه يهتم بقضايا الانسان بصفه عامه، هذا هو المحور ديال التداول ديال الجغرافيا الاجتماعيه اذا اردنا ان نقول. إذن بالنسبة للهجرة ربما كمحور أنه تهتم به جميع العلوم، تهتم به السوسيولوجي، الأنثروبولوجي، الجغرافي، الاقتصادي، السياسي إلى غير ذلك، لأنه يتمحور حول الإنسان، تمحور حول دور الإنسان في التنقل في المجال والأثار اللي كيتركوا هذا الإنسان في المجال. دونك اذا بالنسبه من الناحيه الجغرافيه كتستعمل بالنسبه للمناهج، تتختلط المناهج من مناهج كميه، لان كتعرفوا ان الجغرافيا كذلك لها قسم ما يسمى بالجغرافيا الكميه، انه المقاربه هي مقاربه الكم في التنقل، سواء الهجره ككلفه، الهجره كمسافه جغرافيه، الهجره كعناء الى غير ذلك، هذا كل ما ان يقاس كميا، وكذلك يمكن أن يقاس على المستوى الاجتماعي عبر مقاربة اجتماعية، مثل يعني كل ما هو بؤري بالنسبة لما كيسميه الفوكس جروب إلى غير ذلك. ولكن في هذه يعني في هذه القضية ديال القضايا ديال الهجرة، هناك شق اللي أحيانا الجغرافي كيهتم بها أكثر من العلوم الأخرى، وهي هجرة العودة. هناك هجرة الانطلاق وهجرة العودة، والوقع ديالها كيختلف. إذا رجعنا مثلا لأحد الدراسات اللي اشتغلنا عليها، هجرة العودة مثلا قمنا بواحد المجموعة من الدراسات، لا سيما في المنطقة الشرقية، في منطقة الريف وكذلك منطقة فيقيق إلى غير ذلك، لأن هي مناطق متميزة في اتجاه ديالها بالنسبة للمهاجرين إلى الديار البلجيكية أو إلى الهولندية، وبالنسبة لفيقيق غالبا إلى الديار الفرنسية وبالأساس مدينة باريس. فالوقع ديال الهجرة العائدة عندها واحد الوقع مهم، وهو الاستثمار. هو الاستثمار، لأن المهاجر العائد كيتسمى مهاجر برأس المال، كيقوم بواحد الاستثمار، الإعالة بطبيعة الحال منذ الانطلاق منذ الهجرة، وهو يعول عائلته، عائلة الصغيرة والكبيرة، وأحيانا وبعده يعني في بعد المعاش يصبح كذلك مستثمر، يقوم لا سيما في الاستثمار في قضايا تتهم الأرض والفلاحة إلى غير ذلك. الخلاصة الأساسية بالنسبة لهذا المقر ديال الانطلاق هي أنه هذه الدينامية اللي كتخلقها الهجرة، فيما يخص فيه دينامية اجتماعية، دينامية اقتصادية، وكذلك دينامية ثقافية بالنسبة للمناطق، مناطق الرجوع في هذه المناطق اللي كتكون الانطلاق. الوقع بالنسبة لمناطق الوصول كذلك كاين أشياء اللي الحقيقة ليست هناك دراسات متعمقة في مناطق الوصول. لماذا؟ لأن الباحثين بالنسبة على الأقل بالنسبة للعلوم الاجتماعية في المغرب، أن الدراسات كلها تكون في مناطق الانطلاق. لأن الجامعات المغربية لا توفر ما يكفي من الأموال بالنسبة للباحثين اللي يتنقلوا لمناطق الوصول، لأن الهجرة كذلك كاين معاناة كثيرة، من مشاكل الاحتضان، مشاكل اللغة، مشاكل الاندماج، مشاكل الذات، مشاكل التموقع داخل المجتمع المهاجر إليه. وبالتالي فيعني في المسيرة ديال القراءات ديالي بالنسبة الهجرة، يعني كانت أطروحة واحدة اللي قريتها فيما يخص المنعاند مناطق الوصول، ولكن كل الدراسات اللي تتشمل الهجرة حاليا هي دراسات، لا سيما دراسات سيك الثالث والدكتوراه بالنسبة للطلبة العلوم الاجتماعية، أنها كتكون في مناطق الانطلاق وليس مناطق الوصول. وهذا ربما نداء المجلس باش ربما يقدر يمول مستقبلا دراسات في مناطق الوصول، لان هنا كان كاين هذيك قضايا كتجهلها العلوم الاجتماعيه. بطبيعه الحال المجلس راه دار بعض الدراسات في مناطق الوصول، ولكن كيبقى بالنسبه للباحثين سلك الدكتوراه والاساتذه المشرفين على الاطروحات كذلك باش يشوفوا هذه المعاناه وشنو هي الامكانيات اللي كاينه، وكذلك المناهج
اللي يمكن نستعملوها باش نشوفوا هذه المعاناه ديال المهاجر على مناطق الوصول، مثلا في لي سيتي اللي هما سي بريسك دي كازارن بالنسبه لهاد المهاجرين اللي كيهاجروا بدون العائلات ديالهم، اللي كتلقى مثلا 2000 واحد او 2500 واحد توت ان كازارن سون دي انديفيدو في دي شومبر ديال 3 فوا 3 وعايشين فيه جوج الناس المده ديال الحياه ديالهم ديال 25 30 سنه. اذا هناك تاريخ غير مدون حاليا، يعني لا مشال شي واحد غير لي دو غراند سيتي اللي كاينين في باريس مثلا، يمكن ان يكتب كتب قصص وقعات وكيعيشوا يعني مشاكل، لان العائلات متواجده في المغرب، ولكن بدل في بلد الاحتضان هو العمل اليومي صباح مساء من اثنين حتى للسبت، وكيجمع ديك البركه باش يجيبها للمغرب، ولكن ربي كيعلم ما عرفت بهم اشنو وقع لهم بالنسبه للمعاناه ديالهم والاندماج. اذا ما كاينش دراسات في هذا الاتجاه هذا.